ظهور الفنانة نجاة الصغيرة تجلس على كرسي من البلاستيك وتضع قطعة من القماش على وجهها حتى لا يقترب منها أحد. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. بالرغم من اختفاء الفنانة المصرية نجاة الصغيرة عن الأعين منذ 18 عام وابتعدها عن الأضواء منذ إعلان اعتزالها في عام 2002، بالإضافة لالتزامها منزلها طيلة السنوات الماضية مع رفضها الظهور في أي وسيلة إعلامية. لكن حدثت المفاجأة ووقع حادث في العمارة التي تسكن بها بمنطقة الزمالك أخرجها للشارع، والتقط لها المرة صورا تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. الحادث الذي وقع بمحل سكن نجاة الصغيرة عبارة عن تصدع بالعمارة، ومعه تحرك المسؤولين، فأثبتت التقارير أنه هبوط أرضي وقع في العمارة الكائنة بشارع عزيز أباظة في الزمالك. وذلك بسبب تدشين مشروع مترو الأنفاق الجديد، الأمر الذي اتخذ معه المسؤولون قرار بإخلاء العقار تماما من السكان. وتنقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيدة متخفية في غطاء وجه وكانت تجلس بجوار العقار على كرسي وكانت تضع قدما فوق الأخرى. حيث التقط لها المرة صورا سرعان ما راجت في السوشيال ميديا كونها تظهر للمرة الأولى منذ سنوات طوال أمام عدسات الكاميرات. وبسؤال أحد الجيران تتضح فعلا أنها السيدة نجاة الصغيرة. قال شهود عيان أن السيدة نجاة الصغيرة التي كانت تجلس على كرسي من البلاستيك كانت ترفض الكلام مع كل من يقترب منها إلا فقط جيرانها. كما رفضت التصريح لأي وسيلة إعلامية من الحضور إلى موقع الحادث لرصده عند انتشار الخبر أنها نجاة الصغيرة، كما رفضت التأكيد أمام الكاميرات والمصورون أنها الفنانة الشهيرة. وقال شاهد العيان الذي يسكن بالقرب منها أنها اعتادت على عدم الظهور كثيرا خلال السنوات الماضية، وعند خروجها للشارع تقوم بارتداء قطعة من القماش على وجهها، مؤكدا أن هذا يتم منذ قرابة الأربع سنوات. وذلك حتى لا يتعرف عليها أحد من المرة ويزعجها، مشيرا إلى أن شكلها المعتاد للجمهور قد تغير تماما بسبب عامل السن، مؤكدا أنها تمشي بصورة تكاد تكون طبيعية ولكنها لا تعاني منها أي أمراض. نجاة الصغيرة من مواليد 11 من أغسطس عام 1938، وهي شقيقة الفنانة سعاد حسني الراحلة، واسمها بالكامل نجاة محمد كمال حسني المعروفة بنجاة الصغيرة. وهي مغنية وممثلة عربية مصرية من أسرة شامية دمشقية، أثارت الشاشة بالعديد من الأعمال المتميزة حتى أصبحت من أشهر رموز الموسيقى العربية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وأعلنت اعتزالها في عام 2002.